الرئيس السيسي يهنئ العراقيين بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة. السيدة انتصار السيسي تؤكد أن الدولة رسخت المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان بتوفير حياة كريمة لكل المصريين. الأمم المتحدة تحذر من تزايد الهجرة بصورة ضخمة من أفغانستان بسبب انهيار الوضع الاقتصادي. الثالثة عصراً الواحدة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أرحب بكم وبداية هذه النشرة مع إيمان الحويزي. شكراً نانسي، ومشاهدينا الكرام أهلاً بكم. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي العراق بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة، وفي تدوين له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اعتبر الرئيس السيسي تلك المناسبة عزيزة على الأمة العربية بأسرها، مشيراً إلى أن 100 عام مضت منذ مؤتمر القاهرة عام 1921 الذي دشن قيام الدولة العراقية امتداداً لحضارة عريقة ضربت بجذورها في أعماق التاريخ، وأنه خلال 100 عام شهدت مسيرة العراق والأمة العربية بل والعالم أجمع الكثير من المحطات التاريخية. وتقدم الرئيس السيسي بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن الشعب المصري بالتهنئة إلى العراق الشقيق بهذه المناسبة الغالية، متمنيا لشعبه الأبي العظيم السلام والأمن والاستقرار، وأن يظل العراق دائما ذخرا للأمة العربية. هذا وحظيات العلاقات المصرية بزخم كبير في السنوات الأخيرة مع تعدد الزيارات المتبادلة بين مصر والعراق على أعلى المستويات، كما شهد البلدان توقيع عدة اتفاقيات تجارية في المجالات المهمة والحيوية. العراق سر الخلود. ما بين النيل والفرات حكمة خالدة على مدى الزمن، وقصة تروي حكاية وطن هو الإرث الحضاري إذن. فلا تشغل البال بتطابق الملامح، ولا تسأل عن أوجه الشبه في الجينات الحضارية كلا البلدين الشقيقين. أفضى بنا التاريخ لقومية عربية، فاعرب ما يلي في العراق وابحث عن الجملة المفيدة في مصر. هنا موطن الحكمة وهنالك أرض الملاحم والشعراء، أما الميراث الحضاري ففي الحالين بيت القصيد.
الدولتان اللتان اقتسمتا في الماضي أعظم وأقدم إنجاز حضاري إنساني، صار بحكم التاريخ جسدان تسكنهما روح واحدة لطالما بحثت ولم تزل عن سر الخلود. وما الخلود سوى مواجهة التحدي من أجل البقاء، فمهما عصفت الأنواء بالعراق سيمكنه الانطلاق نحو أفق جديد يعيد له مجده التليد ولو تكالب الطامعون وكره الكارهون. مشروع إصلاحي يلبي تطلعات الشعب العراقي في حكم رشيد، ورصيد سياسي جديد يشكل منطلقاً لحل مشكلات العراق المتراكمة، وذلك في ظل حكومة قوية تسعى لتسخير الموارد الطبيعية لتحقيق نقلة اقتصادية نوعية وحياة كريمة آمنة لجموع المواطنين، أو كما يأمل الرئيس برهم صالح في حديثه للشعب العراقي: قرون مضت عانى فيها العراقيون وطأة الاستعمار، وما أن انعتقوا من أسر الاحتلال حتى بنوا دولتهم القوية، ثم قدر لهم أن يحملوا عبء الدفاع عن الجبهة الشرقية للوطن العربي برمته. وبقيت العراق في الذاكرة الشعبية المصرية مثالاً يحتذى به لمعنى الصمود والبقاء، ومثلما شارك العراقيون مصر في حربها المقدسة لتحرير سيناء، وقفت مصر إلى جوار العراق في حماية حدوده الشرقية، فسالت الدماء الذكية دفاعاً عن الأرض العربية. ومضت في نهر الحياة العراقية مياه غزيرة، فعاد الاحتلال البغيض يريد تمزيق أوصال العراق إلى دويلات متناحرة على أسس مذهبية، واتسعت رقعة التدخلات الخارجية، فأبى الشعب إلا أن يقاوم وأن يرنو لمستقبل جديد يفيض بفرص الوئام بين أطيافه المختلفة، تلك التي آن لها لاحقاً أن تلتقي على كلمة سواء في حرب ضروس ضد تنظيم داعش الإرهابي. شأن كثير من دول المنطقة واجه العراق تحد آخر مختلف هو الأخطر في العقد الماضي، وإن أمكن للدولة العراقية أن تعبر الخريف العربي وأن تجابه كثيراً من المخططات الخارجية التي أرادت أن تعصف بالمزيد من الدول العربية وفي القلب منها العراق. مايو من عام 2020 أفرز الحراك السياسي العراقي عن قيادة جديدة، عين مصطفى الكاظمي رئيساً لوزراء العراق متعهداً بالشفافية ونبذ الطائفية واستئصال الفساد وتقليص النفوذ الأجنبي على أرض العراق مهما تعددت صوره أو تنوعت جهاته. لن نسمح بإهانة أي عراقي من أي جهة داخلية أو خارجية عبر اتهامه بالتبعية للخارج. العراقي ليس تابعاً، العراقي سليل الحضارات، قوته في احتزازه بوطنيته. نحن أنداد لخصومنا، أشقاء لجيراننا وأصدقائنا، نحن خدام الشعب فقط. قيادة سياسية عراقية أمكنها أن تعبر الكثير من الأزمات بحكمة ربان ماهر قادر على الحلم ببناء دولة عصرية، أمكنها أن تخطو بثبات لمد الجسور مع القوى الإقليمية الفاعلة تتقدمها جمهورية مصر العربية. أوجه رسالة للشعب العراقي الشقيق، إن الشعب الذي يملك هذه الحضارة العريقة وهذا التاريخ المشرف يملك بلا شك مستقبلاً واعداً بفضل أبنائه وسواعدهم، وأؤكد لكم أن في مصر إخوة حريصين على نهضتكم، مرحبين بنقل تجربتهم وخبراتهم في مجالات مختلفة إيماناً بوحدة المصير والهدف. حافظوا على بلادكم، ابنوا وعمروا وتعاونوا وشاركوا. أيها الشعب العظيم، يستحق العراق بكم المكانة الرفيعة، يستحق العراق بكم الرقي والتطور والاستقرار والأمان والسلام.
للمزيد من المتابعة والتفاصيل عبر الهاتف ينضم إلينا دكتور أسامة سعيد نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار. أهلا بك دكتور. أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المشاهدين. شكرا. يعني الحقيقة علاقات تاريخية تجمع بين مصر والعراق منذ قديم الأزل، ولكن نستطيع القول أن في هذه الفترة تحديدا هناك فصل مزدهر للعلاقات المصرية العراقية. كيف تعنون ما وصلت إليه مصر والعراق من علاقات وطيدة دكتور أسامة؟ يعني بالفعل العلاقات المصرية العراقية هي علاقات ضاربة بجذورها في التاريخ. مصر والعراق حضارتان عريقتان في المنطقة، لكن أعتقد أن العنوان العريض لتطوير هذه العلاقات هو تتويج لهذا التاريخ العريق وبناء علاقة تاريخية لها مستقبل راسخ، علاقة تتجاوز العلاقات الحكومية أو العلاقة ما بين الحكومتين إلى تجسيد كل أواصر العلاقات سواء على المستوى الرسمي أو على المستوى الشعبي. يعني يمكن حتى بداية تأسيس دولة العراق الحديثة كانت من القاهرة، يعني هذه تجسد كيف كانت العلاقات وطيدة، كيف كانت القاهرة دائما عاصمة فاعلة ومحورية في تاريخ المنطقة. وعلى مدى كل مراحل تطور العراق الحديث كانت مصر إلى جوار الشعب العراقي في الشدة وفي الرخاء، وقفت القاهرة إلى جانب بغداد في الكثير من المنعطفات التاريخية التي مرت بها هذه البلاد. وأعتقد أن التطور الكبير في العلاقات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعتقد بيشهد بإدراك القاهرة لأهمية التعاون المشترك مع عاصمة مهمة ودولة محورية مثل العراق، سواء على المستوى السياسي أو المستوى الاقتصادي أو على المستوى الأمني أيضا. صحيح. فيما يتعلق بالدعم الأمني والسياسي التي تقوم به مصر تجاه العراق دكتور أيمن، دعنا نستفيد ربما في هذا الأمر. العراق مرت بأزمة كبيرة خلال الفترات الماضية، وكانت مصر دائما داعمة لها للوصول إلى الأمن والاستقرار، ومن أبرز ربما الاتفاقيات التي تجمع بين الدولتين الإعمار مقابل النفط. كيف ترى هذا الدعم الأمني السياسي الأمن أو الدعم المتعلق أيضا بإعادة الإعمار دكتور أسامة؟ صحيح. يعني بالفعل هذه الاتفاقيات وهذه التنسيقات المشتركة بتعكس الإرادة السياسية لدى قيادات الدولتين لتطوير المستوى أو العلاقات المشتركة على كل المستويات حقيقة. يعني بالفعل مصر وقفت إلى جانب العراق خاصة في السنوات الأخيرة عندما كان العراق في من الخطوط الأمامية لمواجهة الإرهاب في المنطقة، ويعني مني ب يعني الكثير من الجماعات الإرهابية على أرضه، واستطاع الشعب العراقي بصموده وببسالة قواته أن يتصدى لهذه التنظيمات الإرهابية، وأيضا بدعم من دولة كبيرة ودولة محبة للسلام ودولة داعمة لاستقرار الشعوب العربية. مصر أمدت العراق بكل ما تستطيع من إمكانيات سواء فيما يتعلق بالتدريب، بالمعلومات الاستخباراتية، بالدعم السياسي أيضا للقيادة السياسية العراقية من أجل التصدي لمحاولات التدخل الخارجية. أعتقد أيضا أن الزيارات المتبادلة التي قام بها قيادة الرئيس إلى بغداد وأيضا ما قامت به القيادات العراقية بشكل مستمر إلى القاهرة بتعكس حجم التنسيق المشترك. مصر والعراق يرتبطان بمجموعة من الاتفاقيات، هناك اتفاقيات للتجارة الحرة، هناك اتفاقيات للإعمار، هناك تنسيقات ما بين القطاع الحكومي في كلا البلدين من أجل بناء مشروعات للبنية التحتية وتحسين جودة الحياة في المدن العراقية. أيضا هناك عمالة مصرية تعمل في على الأراضي العراقية، شركات مصرية فاعلة أيضا بتقوم بدور تنموي بالغ الأهمية في الأراضي العراقية. وأنا أعتقد أن هذه الفترة بالفعل هي فترة ذهبية للعلاقات المتبادلة، وكما قلت في البداية هي علاقات تتجاوز العلاقات الرسمية إلى تعزيز الأواصر العلاقات الشعبية المشتركة بين البلدين. وصلت الصورة. أنا بشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيفي عبر الهاتف في هذه النشرة الدكتور أسامة سعيد نائب رئيس تحرير جريدة الأخبار، شكرا جزيلا لك يا فندم. قالت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية إن احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان يأتي ليؤكد أهمية حقوق كل إنسان في إعادة بناء المجتمعات، وأضافت في تدوين لها على مواقع التواصل الاجتماعي أن الدولة المصرية استطاعت خلال الفترة الأخيرة ترسيخ أهم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان بتوفير حياة كريمة لكل المصريين وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، فأبناء مصر يستحقون الأفضل دائماً.
يحتفل العالم اليوم بيوم حقوق الإنسان إحياءً لذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 1948. المزيد في سياق هذا العرض. إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي كان بمثابة خطوة هي الأولى من نوعها في مجال حقوق الإنسان في مصر، وقوبلت بإشادة واسعة داخليا وخارجيا. جهود حثيثة بذلتها الدولة المصرية ولا تزال لدعم وتعزيز حقوق الإنسان انطلاقا من قناعة راسخة بمحورية ذلك الملف وأهميته كمكون هام من استراتيجية التنمية الوطنية. توجت تلك الجهود بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي في خطوة هي الأولى من نوعها في مجال حقوق الإنسان في مصر، وقوبلت بإشادة واسعة داخليا وخارجيا. تلك الجهود خطوات بالغة الأهمية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان، حيث تم إتمام الاستحقاق الدستوري الخاص بإنشاء مجلسي النواب والشيوخ ليمثل نظام الغرفتين في البرلمان ضمانة هامة لتطوير السياسات العامة للدولة وترسيخ الممارسة الديمقراطية. وفي مسار موازي لذلك تم إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل الأهلي بعد عملية تشاورية موسعة، لتضمن اللائحة تفعيل الإيجابيات الكثيرة التي يضمنها القانون، ومن أهمها تأكيد إنشاء الجمعيات الأهلية بمجرد الإخطار وتيسير الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة لذلك وإلغاء العقوبات السالبة للحرية. وفيما يتعلق بتعزيز الحريات الدينية، وصلت الوزارات المختصة والمؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر والكنائس تنفيذ المبادرات والأنشطة التي تطلع بها لتعزيز التسامح وقيم الحوار والتصدي لنزاعات التطرف. وعلى صعيد حرية الرأي والتعبير، عملت الدولة على تنظيم منتديات للشباب كمحفل الحوار المباشر والصريح لتناول مختلف الرؤى والآراء بحرية كاملة، بالإضافة لما تتمتع به وسائل الإعلام المتعددة من ممارسة دورها بكل حرية. وفي إطار هذا التوجه المنفتح، سرعت الدولة الخطى إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين في شتى مناحيها، وترجم ذلك في إطلاق الرئيس السيسي مبادرة حياة كريمة لتوفير الخدمات الأساسية لأكثر من 58 مليون مواطن. بخطى جادة وواثقة تمضي مصر نحو ضمان تعزيز الكرامة الإنسانية المتأصلة لجميع أبناء الشعب المصري في ضوء قناعة راسخة بالمسؤولية والالتزام أمام الدستور والقانون. احنا حريصين على حقوق الانسان في مصر. انا حريص على اقامه دوله مدنيه ديمقراطيه حديثه في مصر. Thank you.
ما نجحش الإصلاح الاقتصادي ده إلا بكنتوا، بكل بيت في مصر، بكل أسرة مصرية، اللي قدم أي مكان اللي قدمه، واللي عانى أي مكان في معاناته. لكن في النهاية البرنامج ده ما نجحش إلا بالمصريين. تواصل الحكومة والجهات المعنية على قدم وساق تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف التي تتم بالتوازي في 20 محافظة على مستوى الجمهورية. المزيد في سياق هذا العرض مع الزميل أحمد بشتو. مشاهدينا أهلا بكم. تتواصل متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة التي يتم تنفيذها من خلال وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك في 20 محافظة تضم 52 مركزا إداريا. حول البرنامج الزمني لإنهاء المشروعات المختلفة في المرحلة الأولى، فقد تم البدء في أغلب المجمعات الحكومية والزراعية في جميع الوحدات المحلية، حيث تم توريد كميات كبيرة من المواد والكبائن الخاصة بشبكات الاتصالات، هذا بالإضافة إلى الاهتمام ببنود أعمال تطوير المدارس. وحول التكليفات الخاصة بوزارة التنمية المحلية ضمن أعمال هذه المبادرة، فقد تم توفير 92% من إجمالي الأراضي اللازمة للمشروعات بواقع 4907 قطعة أراض، ويجري تخصيص 4477 قطعة أرض منها للتنفيذ. فيما يتعلق بتنفيذ المجمعات الحكومية في مراكز المرحلة العاجلة، فيتم تنفيذ 331 مجمع خدمات حكومي بالمراكز المستهدفة، وتقوم وزارة التنمية المحلية بتحديد احتياجات تلك المجمعات من الموارد البشرية والتجهيزات لتشغيلها. وعن مبادرة سكن كريم، فقد تم حصر الحالات بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة، وتم حصر المستحقين في عدد 286 وحدة محلية و47 مركزا في 19 محافظة. كما تم البدء في تجربة تنمية وتطوير الحرف البيئية واليدوية والتكتلات الاقتصادية مع برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، وذلك من خلال الاهتمام ببعض القرى المصرية ذات المزايا النسبية. مشاهدينا، كان هذا عرضنا الموجز حول الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء. أعلنت وزارة الداخلية أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم تنفيذ زيارة لعدد من قادرون باختلاف إلى أكاديمية الشرطة. المزيد في التقرير التالي. نفسك تبقى إيه يا أنس؟ ضبط. ده احنا نتشرف بيك يا أنس، هنعمل لك رحلة، أو ليكوا بقى كلكم نعمل رحلة لكلية الشرطة والكلية الحربية وتشوف، ويبقى يوم نقضي هناك كلنا. مصر الأمل ده مش مجرد شعار لكن حقيقة، وباختصار مش بس حاسس بالحياة فيها وبيها، ده أنا قلبي حاسس بالأمان بوجودي فيها. أنا موجود في وسط الخلق لي طاولي مجهود. أكاديمية الشرطة تحتضن القادرون باختلاف تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنظيم زيارة لهم للأكاديمية، وهو ما يأتي ترسيخا لمبادئ إنسانية هي سمة الجمهورية الجديدة. عندي أمل فيكم وبيكم، نبني عزيمة وعمل، إيدك في إيدي حبنا تبقى جنة، و
مش بس غنوة، ده نور جديد بدايته بينا. استقبال كبير وترحيب بهذه الوجوه البريئة التي تعلوها الفرحة وتمتزج بالتحدي. أنا موجود في وسط الخليلي طاولي مجهود، وحظ الحلوة كن بينكم ولي وجود. أنا النور اللي جوايا ينور ليكو كل مكان، أنا الغنوة اللي تسمعها ومش محتاج عشانها وتان. لقاء اتسم بالدفء والتفاعل مع العروض المتنوعة التي قدمتها لهم الأكاديمية وبالاهتمام الكبير بهم في رحاب أكاديمية الشرطة. عندي أمل فيكم وبيكم نبني عزيمة وعمل، إيدك في إيدي حبنا تبقى جنة، مش بس غنوة ده نور جديد بدايته بينا. أنا وجودي طريق للخير في كل زمان، أنا بطولة ومش محتاجة عليها نشان. فخورة إن أنا موجودة بجد في بشرطة بلدي، باللي عاملينه النهاردة للولاد، بتكرموا الولاد وأهاليهم، كل حد من الأمهات فرحان والأهالي. اليوم النهاردة كان يوم رائع، وقد إيه الأولاد انبسطوا جداً جداً زيارة أكاديمية الشرطة. أنا مبسوط جداً، شكراً يا ريس، نحبه جداً. كان يوم رائع مع أولادنا فعلاً، يعني كانوا مبسوطين جداً وسعداء، مفيش ولد ولا بنت جم النهاردة إلا ماشيين في منتهى السعادة. مظاهرة احتفالية بشباب قادرون باختلاف بأرض العروض بأكاديمية الشرطة، حيث نماذج من معدات وسيارات الشرطة التي أتيحت لهم الفرصة لركوبها إلى جوار رجال الشرطة في لوحة جمالية مبهجة. إيدك في إيدي حبنا تبقى جنة، مش بس غنوة ده نور جديد بدايته بينا. أنا وجودي طريق للخير في كل زمان، أنا بطولة ومش محتاجة عليها نشان. كابتن خيل وكابتن حصان وبشبكي وعبير سعاف، شفت البوليس يعملين فيه، وكابتن العربية بالتفاك، كل جميل جدا، مبسوطة جدا. النهاردة يوم جميل قوي قوي قوي. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. هم قادرون باختلاف، ينشرون البهجة والفرحة حيثما كانوا. الدولة تهتم بهم وتضعهم في بؤرة اهتمامها، ويرعاهم رئيس الجمهورية، وهو من عكس على الترحيب الكبير بهم داخل أكاديمية الشرطة. شكرا سيادة الرئيس ان هو عمل لنا كل الحاجات دي. انا ما مبسوط ان انا شوفتكم وبحبكم قوي. شكرا سيادة الرئيس. اسلم يا مصري انني الفدا، دي ادي ان مدت الدنيا يدا، ابدا لم تستكين ابدا، انني ارجو مع اليوم غدا. تحيا مصر، تحيا مصر، شكرا. هنأ رئيس الوزراء العراقي الدكتور مصطفى الكاظمي القوات الأمنية بالذكرى الرابعة لإعلان النصر على تنظيم داعش الإرهابي. وقال الكاظمي إن حكومته لن تتساهل مع من يحاول زعزعة أمن العراقيين واختطاف كرامتهم، متعهدا بمواصلة زخم الانتصار على التنظيم واقتلاع جذوره. أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية انتهاء الدور القتالي لقوات التحالف الدولي في العراق ومغادرتها البلاد بالكامل قبل نهاية الشهر الجاري. ونفت قيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان لها ما صدر من بعض وسائل الإعلام بخصوص بقاء هذه القوات، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق بين العراق والولايات المتحدة على بقاء مجموعة من المستشارين لأجل دعم القوات الأمنية.
التقى المستشار الألماني أولاف شولتز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى باريس في أولى جولاته الخارجية في منصبه الجديد. وخلال مؤتمر صحفي بين الجانبين أثنى الرئيس الفرنسي ماكرون على التطابق في وجهات النظر في لقائه الأول مع المستشار الألماني. هذا ومن المقرر أن يتوجه شولتز عقب ذلك إلى بروكسل للاجتماع مع رئيسة المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي وأمين عام حلف الناتو. حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي من احتمال تزايد موجة الهجرة بصورة ضخمة من أفغانستان بسبب انهيار الوضع الاقتصادي هناك. وقال غراندي إنه يتعين على حكومة طالبان والمجتمع الدولي إيجاد طريقة لمعالجة الأزمة الراهنة في أفغانستان. وأشارت المفوضية إلى أن 3,400,000 لاجئ أفغاني يعيشون في إيران وأن 2,000,000 منهم لا يحملون وثائق قانونية. تعتزم الوكالة الفرنسية للتنمية تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج الجديدة في مصر خلال العام المقبل، وذلك في إطار الشراكة المتميزة التي تمتد إلى 15 عاما. قامت خلالها الوكالة بدعم أجندة التنمية في مصر بحوالي 2,700,000,000 يورو. وعلى هامش زيارته الحالية للقاهرة قال كريستيان يوكا رئيس قطاع أفريقيا بالوكالة إن الشراكة مع مصر تتطور بشكل مستمر وتتنوع بشكل أكبر وبطريقة استثنائية. وأضاف أن مصر تعد نموذجا للتعاون يحتذى به في كل القارة الأفريقية. دعا بروس إلوارد مستشار المدير العام لمنظمة الصحة العالمية مصنع اللقاحات حول العالم لأن يكونوا أكثر شفافية، موضحا أن عليهم تحديد عدد جرعات اللقاح التي يتم إرسالها. واعتبر المسؤول أن برنامج كوفاكس بقيادة منظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاحات جافي عانى كثيرا، منوها بأن الاقتصادات المتقدمة تستخدم قدراتها الشرائية لتوجيه عمليات تسليم اللقاحات، بينما فضلت البلدان المنتجة إعطاء الأولوية للاحتياجات الوطنية. أبلغت السلطات الصحية الألمانية عن 61,288 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد. هذا وتبنى مجلس النواب الألماني قانونا يلزم العاملين في المجال الطبي بالحصول على لقاح ضد فيروس كورونا في خطوة أولى قبل توسيع فرض التطعيم ليشمل جميع السكان المتوقع في بداية العام المقبل. هذا وتم إقرار القانون بموافقة 571 نائبا مقابل 80 عارضوا النص. أعلنت الهيئة الأوروبية للأدوية أن الإصابات بمتحور أوميكرون تبدو بمعظمها طفيفة، لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة جمع مزيد من الأدلة لتحديد ما إذا كانت خطورة المتحور مختلفة عن خطورة كل المتحورات التي انتشرت حتى الآن. في الوقت الذي تركز فيه الدراسات لكشف طبيعة متحور كورونا الجديد أوميكرون ومدى خطورته، أعلنت الهيئة الأوروبية للأدوية أن الإصابات بالمتحور الجديد تبدو بمعظمها طفيفة، لكنها شددت في الوقت نفسه على ضرورة جمع مزيد من الأدلة لتحديد ما إذا كانت خطورة المتحور مختلفة عن خطورة كل المتحورات التي انتشرت حتى الآن. كذلك أوضحت الهيئة الأوروبية أنها لا تملك ما يكفي من البيانات حول تأثير هذا المتحور على فعالية اللقاحات المرخصة. من جهة أخرى، أعلنت الهيئة الأوروبية للأدوية أن إعطاء الجرعات المعززة آمن وفعال بعد 3 أشهر من الجرعة الأخيرة، في حين كانت توصي الهيئة بالانتظار 6 أشهر قبل إعطائها. وجددت التأكيد على أنه من المبكر جدا القول ما إذا كان يجب تغيير تركيبات اللقاحات لمكافحة المتحور أوميكرون. هذا وكشفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة تسجيل 40 إصابة جديدة بالمتحور أوميكرون في البلاد لدى مطعمين بلقاحات ضد فيروس كورونا،
لكن العلامة الإيجابية التي أعلنتها المراكز الأمريكية أن المصابين بالمتحور الجديد يعانون حالياً أعراضاً خفيفة. ومؤخراً أعلنت منظمة الصحة العالمية أن البيانات الأولية تشير إلى أن المتحور أوميكرون قد يكون له قابلية أعلى من المتحورات الأخرى على إصابة الأشخاص الذين سبق أن التقطوا عدوى الفيروس وكذلك من تلقوا التطعيم، لكن أعراضها قد تكون أقل شدة. يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريباته على الملعب المخصص له استعدادا للقاء الأردن غدا السبت، وذلك في إطار الدور ربع النهائي لكأس العرب. هذا وشارك محمد مجدي أفشا في جزء من المران الجماعية، بينما وصل أحمد حجازي وأيمن أشرف برنامجهما العلاجية. هذا ويختتم المنتخب الوطني استعداداته بمران في 4 مساء اليوم بتوقيت القاهرة. يسبقه مؤتمر صحفي لكارلوس كيروش المدير الفني وعمرو السلية قائد الفريق للحديث عن استعدادات المنتخب الوطني للمباراة. وتنطلق اليوم مباريات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب لكرة القدم المقامة في قطر، ونتابع اللقاءات في العرض التالي. على جانب آخر، يستقبل ليفربول على ملعبه أنفيلد غدا السبت أستون فيلا ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز. هذا ويحتل ليفربول المركز الثاني بالجدول برصيد 34 نقطة بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر. إذن مشاهدينا الكرام، وصلنا مع حضراتكم لختام هذه النشرة. إليكم تذكرة بأهم ما جاء فيها من عناوين. الرئيس السيسي يهنئ العراقيين بالذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية الحديثة. السيدة انتصار السيسي تؤكد أن الدولة رسخت المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان بتوفير حياة كريمة لكل المصريين. والأمم المتحدة تحذر من تزايد الهجرة بصورة ضخمة من أفغانستان بسبب انهيار الوضع الاقتصادي. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت extranews.tv، كما يمكنكم أيضا متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. شكرا جزيلا على طيب المتابعة. قدمنا لكم النشرة نانسي نور وإيمان الحويزي. إلى اللقاء.